The teacher is called me for coming. Is called يوبخ. عكسها يا حبيبي praised يمدح. Number C. رقم 2. I think it's hard for you to defy. Defy معناها يهزم. طب يهزم بقى اللي هي ايه؟ كلهم بيقول لك مين فيهم ليست مرادف. ليست مرادف ما تنساش ليست مرادف. يبقى مين الاولى؟ سرندر يستسلم. اما كلهم الباقيين ها بقول طبعا بيحاول ديفاي يهزم تشالنج ريزيست يقاوم فيس يواجه. ليست مرادف يعني عكس اللي هي الاولى. يو هاف تو ما تنساش ان في ملف امتحانات ورقي الناس راحت حجزت استلمته. ما تنساش ان المذكره الورقيه دي اجاباتها موجوده اقصى اليمين. يمين كل جمله هتلاقي حرف هو إجابة الامتحان. يلا يا حبايبي you have to provide evidence. لازم توفر الدليل لكي تثبت this claim هذا التوضيح أو هذا الإدعاء. His voice صوته and manner وسلوكه. تمام البريجيديس طبعا البريجيديس manner اللي هو التحيز his audience وتحيز ضده أو الجمهور ضده. يبقى عندي هنا prejudice يبقى بقول سلوكه تمام وصوته هما اللي بيصيروا الجمهور ضده. يبقى هنا prejudice حبايبي جايه فيرب جايه فيرب مع against ضد. تمام he doesn't have as much money as his brother does. يبقى هو ما عندوش فلوس زي ما ايه خد بالك كده هو ما عندوش فلوس كتيره as زي اخوه. طب نقول ايه بقى his brother does. طب ليه his brother does؟ علشان بعد as اما بيجي فاعل اما بيجي فاعل فعل والفعل ده يبقى فيرب تو بي. اذا كان عندي هنا فيرب تو بي يا شباب لو كان عندي هنا فيرب تو بي ما تنساش لو كان عندي هنا فيرب تو بي يبقى انا بستخدم فيرب تو بي. يبقى اكتب بعد as بيجي فاعل فعل والفعل ده بيبقى فيرب تو بي لو كان جوه الجمله فيرب تو بي. يعني لو جوه الجمله مثلا على سبيل المثال هي از تول ها هي از از تول از اي ام اي ام. طب لو انا قلت هي مثلا رايتس هو بيكتب از ويل از اي دو. لو قبل از فعل غير تو بي استخدم بعد as بنجيب فاعل فعل الفعل يبقى do و does. طبعا هنا اهو he doesn't have هو ما عندوش فلوس كتيرة as his brother does. يا جماعة عايز اقول لكم المعلومة دي ليست بجديدة. المعلومة دي قلناها في unit 2 المعلومة دي قلناها في كتاب الشرح. يا جماعة لازم بعد المذاكرة اراجع الواجب اللي يخصه من كتاب الشرح هتلاقوا المعلومة دي. بعد as يأتي فاعل فعل قلناها في اول حصة مراجعة قلناها في unit 2 موجودة في كتاب الشرح. يأتي فاعل فعل والفعل يكون فيرب تو دو اذا كان فعل اساسي قبله. صح صح يا جماعه. بعد كده sometimes احيانا طبعا الجرامبلز طبعا بيبقى نتيجه للايه؟ للستريس الضغط. تمام جاي من كلمه جرامبي يا جماعه من كلمه القصه من كلمات اليونتس. I that cold weather I got used to. طب ليه I got used to؟ I got used to بيجي وراها اسم او اي ان جي. طبعا هنا that cold weather اسم. She wasn't going to reach any sensible decision. ده هو لم يصل الى القرار المعقول. تمام حبايبي بعد كده انزل I'm not watching قبل ايه هتبقى I enjoyed انا استمتعت بالمشاهده. ليه؟ عشان yesterday عشان yesterday يا حبايبي. ننتقل بعد كده this film الفيلم ده starts هيبدا الساعه 12 يبقى ايه الميعاد تايم تيبل. شد حيلكم يا جماعه انتوا طلبه متميزين بس لو سمعنا الكلام يا جماعه امشوا على الخطط وما تخافوش من الدرجات. امشوا على الخطط وما تخافوش من الدرجات. ولو عندك جمل غلط ما تخافش في الكتاب بس امشي على الخط. يلا يا حبايبي 10 تبقى تايم تيبل 11 اي هافنت ديسايدد انا ما قررتش الى الان ولكن ماي احتمال. طب ليه؟ عشان قال ما قررتش عشان قال ما قررتش. هي هاز بوت ا سبين اون ذا ريبورت سم اوف ذا داتا ار انكوركت. حط سبين تحويل للكلام لان الكلام انكوركت. بعد كده ويتش اوف ذا فولوينج اي من الاتي لم يكن فريزر فيرب. اي من الاتي مش افعال بحروف جر يعني ايهم مش افعال حروف جر. لوك افتر حروف جر يا جماعه كاتش اب ويز حروف جر يا جماعه. يبقى مين اللي مش حروف جر؟ شوف النور ووز ليفت اون النور ترك اون شغال هي اساسا فعل ليف يا جماعه ما يجيش معانا اون هنا. دي اون دي ان النور واقع مفيش حاجه اسمها ليف اون دي اون دي النور واقع. يبقى اي منهم ليس فعل بحروف جر الاولى اما الباقيين سويتش اون وسويتش اوف. الجمله 14 الطلبه وير الاود لهم لم يسمح اليهم ان يلعبوا اثناء الفسحه
اللي بعديها what have you never. لا دي جامدة دي. what have you never دي جامدة دي. خدوا بالكم يا جماعة دي مهمة دي يا جماعة. what have you never done اللي ما عملتوش تمام ذات يو هو وتتمنى انك تعمله اللي ما عملتوش ونفسك تعمله لأول مرة يا جماعة. never تيجي في وسط السؤال لأول مرة يا جماعة. never تيجي في وسط السؤال never اهو never يا جماعة. الكلام جاي في وسط السؤال اهو. سؤال لو طالب حافظ هيختارها ever ولكن هي never. يا لو انا قلت ايفر يبقى معناها ايه اللي عملته طول حياتك. ايه اللي عملته طول حياتك ونفسك تعمله. يا سلام طب ما انا عملته. في حاجه اسمها ايه اللي عملته طول حياتك ونفسك تعمله. لا طبعا. ايه اللي ما عملتوش ونفسك تعمله. الجمله دي حلوه يا جماعه. نيفر جايه في وسط السؤال يا جماعه. يا نهار ابيض على امتحانات مستر نجار حلوه. انزل ذاكر العربيه سوف تكون جاهزه. افطر ايه بقى افطر جاي قبلها مين مستقبل. يبقى بعدها مين مضارع بسيط او مضارع تام. يبقى ناخد it has been it should بعدما فحصت مضارع تام مجهول بعدما فحصت. طب بيقول لك الافعال الاتيه بتوصف الحاله state. يبقى الافعال دي بنسميها ايه الستاتيف فيرب افعال الشعور والادراك. بيقول لك بتوصف الحاله اكثر من الاكشن اكثر من الاكشن. افعال بتوصف الحاله اكثر من افعال الحركه والعمل. يبقى دي افعال الشعور والادراك ستاتيف فيرب. بيقول لك ايه ادفيرب الحال عبارة عن ايه بيدي معلومات عن الفعل لان الحال بيدخل على الفعل وعلى الصفة وعلى الحال اللي زيه. لما اجي اقول لك احمد فيري كليفر ادي فيري حال دخلت على كليفر. وممكن اقول بيكتب فيري كويكلي ادي فيري دخلت على مين على حال. يبقى ممكن الحال يدخل على الصفة ويدخل على الحال اللي زيه والحال يوصف الفعل. هي رانز كويكلي اهو بيكتب بسرعه. الكلام ده مستر كلام جديد. لا مش جديد. اللي حضر معايا اول حصه اسمها البارتس اوف سبيتش الكلام ده شرح بالتفصيل. لو انت مش معايا من الاول لو سمحت يا ريت الحصص الاولانيه ازقزهم كده مع نفسك. احجز لك حصه كل اسبوعين واحضر الحاجات دي مهمه خلاص. طب يا حبايبي ننطلق الى بعد كده. لا امتحانات حلوه جدا يا جماعه امتحانات حلوه جدا. شوف كده بعد كده بقى بيقول لك ايه بيقول لك ايه الجمله 19 ذا فايف ستيبس الخمس ايه الخطوات بتاعت الكتاب البري رايتنج والدرافتنج والسواب ده والمراجعه والاديتنج. يا جماعه عباره عن كانت اول وتاني حصه مراحل الكتابه اللي هي عباره عن سي مرحله ما قبل الكتابه ومرحله العصف الذهني والمسواب ده والبابليشنج النشر والكتابه. بعد كده السؤال 20 تو بارافريز مينز تو بارافريز دي كانت نوعيه صياغه تعني ايه ان احنا بنغير بعض الكلمات والاستراكشر بنعيد صياغة الكلام. عبارة عن ايه ده؟ عبارة عن we change some words and structures بنغير بعض الكلمات ها وتاني ها with structures والتركيبات. ده عبارة يا جماعة عن كانت الحصة رقم 3 فيها الكلمات دي كانت. عشان كده يا جماعة لو تفتكروا لما جينا نبدأ المراجعة كنا هنبدأ بمين؟ بحصة البارتس اوف سبيتش. قلت راجع لي مذاكرة البارتس اوف سبيتش وانا داخل على المراجعة. طب حد فيها حد ما راجعهاش؟ نراجعها. ايه المشكلة؟ نراجعها. بص يا جماعة بص ما دام الامتحانات لسه ما جاتش لسه في أمل. في ربنا يا جماعة وفي نفس يبقى لسه في أمل. بس أنت اشتغل على عيوبك يا حبيب قلبي وأنا تحت أمركم. والأسبوع الجاي إن شاء الله هقول لك عشان أخبار حلوين. صدقوني أنا هعمل لكم شوية حاجات حلوين كده وأقول لكم عليهم الأسبوع الجاي بإذن الله. بس أنت النفس الطويل امشي على الخطة ولو حلت غلط ما تخافش. امشي على الخطة ولو حلت غلط ما تخافش. خلاص بس امشي على الخطة. ما قلتش لو حليت غلط ما تخافش. لا 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 انا قلت امشي على الخطه ولو حليت غلط ما تخافش. خلاص طيب نرجع تاني ونكمل يا جماعه. الجمله 21 اي من الاتي يكون كوريكت. طبعا الاتي يكون كوريكت. شوف كده الجمله بتقول لك ايه. هقول يس ذس از رايت ولا هقول يس ذس از رايت. طبعا هقول يس كوما ذس از رايت وفي الاخر بنحط نقطه تمام. ايه ده اول حصه بارتس اوف سبيتش. اما التالتة غلط محطش كومة بعد يس. الجملة 22 جين از 12 year old بريتش ستودنت هير باشن هير باشن حبها شغفها في الحياة هوايتها باشن كانت الحيوانات. بيقول لك كلمة هير دي عبارة عن ايه؟ بوسيسيف يا حبيبي بوسيسيف ملكية ها بوسيسيف ادجكتيف صفة ملكية. وان اوف ذا فولوينج احدى هذه الكومة تكون صحيحة هناخد طبعا الاي رقم بي. طب ليه رقم بي؟ لان تلاحظ الجمله الوسطانيه هو اي وود لايك تو بي فريندز ويز. الجمله الوسطانيه دي عباره والعباره يجوز حذفها. دي عباره والعباره يجوز حذفها ولا تؤثر على المعنى اذا جاءت بها كومه وبعدها كومه. مستر انا مشترك معاك جديد الحاجات دي فين؟ الحاجات دي يا حبيب قلبي موجوده في اول حصه بارتس اوف سبيتش.
يا مستر انت قلت لنا ذاكروها المذكره دي، بدات بيها اول حصه مراجعه، قلت ذاكروها علشان هتفرق معانا واحنا بنحل. بعد كده الجمله 24 هتبقى طبعا الدير هاز الدير الغزال، الغزال والكلمه دي تعامل معامله المفرد، هي دير مفرد وجمعها دير ما اقولش ديرز، والحل بي. تمام. بعد كده 26 الجوبز احد انواع الاسماك، بيقول لك ما بتسببش اي ضرر للانسان. كلمه كوز اني هارم عباره عن ايه؟ كوليكيشن متلازمات. يعني متلازمات يعني الاسم ده مرتبط بالفعل ده، الاسم ده مرتبط بالفعل ده. اسمع كوليكيشنز، واخدينها في يونت 2 واخدينها في يونت 3. كوليكيشنز اسماء مرتبطه بافعال، كلمه هارم مرتبطه بفعل كوز. كوليكيشن متلازمات. 27 ذا امبورتنس اهميه الاشجار، يبقى ناخد دي. الاشجار طبعا من اهم الاليمنتس عناصر الطبيعه، اليمنتس عناصر الطبيعه. حبايبي الحلوين الجمله رقم طبعا 28 بليز كم تو ماي هوم ذيس ايفنينج، طبعا بليز كم تعالى دي سيد الامر امبيراتيف يا حبايبي امر. اما الاولى طبعا تعالى والثانيه استفهام والاخيره توضيح، لا طبعا كم تعالى صيغه امر. تمام. بيفور يو هيد تمام سند تيك ا مومنت تو ريفيو، طبعا لكي تراجع الايميل قبل ما ترسل لازم تراجع الايميل. طيب الاولى هاف ذا كيد بوت، خلي الكيد بوت اواي يرتب اللعب من فضلك. شوف الله على الجمله دي، الجمله دي يا جماعه امريه سببيه. لو حد مركز يقول لك ده انا قابلتها في الكتاب، قابلتها في كتاب وربنا اهو، امريه سببيه. بص يا جماعه هنبدا بهاف، طب ليه هاف؟ احنا قلنا ما يجي نعمل امريه سببيه نبدا بهاف او نبدا بجد، ثم العاقل ثم المصدر في حاله هاف، وطول المصدر في حاله جد. طب اهو هاف ذا كيد، واحد يقول لك لا ده احنا كيد طفل مفرد يبقى ناخد هاز. دي الكلام ده لما نكون بنعمل سؤال بهاف وهاز، اما دي امريه سببيه هتقابلنا النهارده وانا بحل الواجب، دي امريه سببيه هتقابلنا النهارده وانا بحل الواجب، يبقى النهارده الحل هاف. اللي بعديها بقى هافنت هي بوت ذيم اواي، هازنت بقى، يبقى بي الاولى هاف الثاني هازنت. طب ليه هازنت؟ عشان هي اللي بعديها دي سؤال وخدناه من في عشان حاطط يد، الم يرتبهم الى الان؟ خلاص يا جماعه يبقى ناخد الاختيار بي، هاف مع الاولى امريه سببيه، هناك امريه سببيه، نبدا بهاف او جيت ثم الفاعل اللي هتطلب منه يعمل الخدمه ثم الفعل في المصدر. خد بالك هاف حتى لو اللي بعديها الفعل مفرد، لان واحد يقول لك المفروض هاز، ده المفروض هاز لو كان سؤال. ادعي لحبيبك ربنا يا رب يكرمكم، حاجات خطيره. الجمله 31 بيقول لك رياكت، هي طبعا رد فعل، هي ريسبوند. ذا وركرز العمال بروتستد اعترضوا على الكرول تريتمنت، على المعامله القاسيه. اي وود بريفير، انا افضل ان يكون عندي العشاء في البيت، راذر ذان. وود بريفير راذر ذان، وود بريفير اكتب قاعدتها تو المصدر، راذر ذان مصدر، راذر ذان مصدر او تو المصدر. وود بريفير تو المصدر، راذر ذان مصدر او تو المصدر. رقم اربعه اور تيم فريقنا استحق ايه ذات فيكتوري، هذا الانتصار بسبب الاكسلنت تاكتكس الخطوط والخطوات وايه والخطط اللي ماشيين بيها صح. اما بعد كده 35 اتس وايز فور بيبل، انه حكيم من الناس او حكمه من الناس الا يحتفلوا بالسوشيال اوكيجن في ظروف ايه